أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لو أن لهم ما تقبل منهم ولهم عذاب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء
فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول من الذين هادوا سماعون للكذب ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب
كذب سماعون للكذب أكالون للسحت سماعون للكذب سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاقتل بينهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وإن حكمت فاحكم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وما أولئك بالمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين وإن حكم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والسن بالسن والجروح قصاص
فما تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكتبنا عليهم فيها والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين فما تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله سيدي يا رسول الله، أنت الذي نزلت من رحم أمك ساجدا كأنك تعرف السجود والصلاة، ناداك ربك بأنك أنت المصطفى فكن بالناس ودود، جئت مبشرا وأنت أعظم إنسان في الوجود، صلوا جميعا على النبي المصطفى المحمود. عشنا سويا مع الذي هو شفاء للصدور، تا
تلاه على مسامح حضراتكم سفير قراء جمهورية مصر العربية، لقب بسفير القراء لكثرة سفره إلى الخارج، وقاري اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عنتر الهنداوي، القارئ والمقيم بمحافظة البحيرة مركز ومدينة دمنهور، بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة في كل مكان التي ركبت تحت إدارة وإشراف أولاد فريج المقيمين بالديبة. حضرات السادة الأفاضل، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.